دي كانت محل اهتمام ومحل متابعه من جماهير الكره البرازيليه ومن وسائل الاعلام البرازيليه، اللي هنحاول نعرف كده ازاي رصد التتويج الاهلي او فوز الاهلي بالبرونزيه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي. هيكون معانا ريكاردو لوبيز الاعلامي البرازيلي، اهلا بيك طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي. بيرفيتو، شكرا شكرا ليكم. يعني بدايه يهمني اعرف ازاي تابعت وايه هو تقييمك للمواجهه اللي جمعت الاهلي المصري وبالميراس البرازيلي بطل افريقيا مع بطل امريكا الجنوبيه في كاس العالم للانديه. Eu acompanhei muito surpreso com a بيتحدث كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، واحتلال الأهلي للمركز الثالث بالنسبة لهم كانت مفاجأة، ولكن كان يستحق هذا الفوز. إيه هي الأسباب من وجهة نظرك اللي أدت لتفوق بطل إفريقيا على بطل أمريكا الجنوبية، اللي دايما الحقيقة مش بس بتكلم على بالميراس، بتكلم على كل النسخ السابقة للمونديال، بيجي ممثل أمريكا الجنوبية وهو أحد المرشحين للتتويج باللقب؟ Eu vi a vitória do Auli algo muito importante. إنه كان أمر مهم أن يرى فريقه بالميراس في هذه المباراة غير موفق بالمرة، وكان النادي الأهلي يستحق هذا الفوز. لم يكن هناك توفيق لهم طوال المباراة، وكانت المباراة لصالح الأهلي في أغلب أوقاتها. إيه هي أهم ردود الأفعال؟ إزاي رصدت وسائل الإعلام وأيضا ردود أفعال جماهير البرازيل على مشاركة بالميراس في البطولة، خصوصا حتى أنه في المواجهتين أو في المباراتين اللي لعبهم سواء مع تيجراس المكسيكي أو الأهلي المصري لم يستطع حتى مجرد تسجيل هدف واحد، فإزاي كانت ردود الأفعال في وسائل الإعلام البرازيلية وأيضا عند جماهير بالميراس؟ الجمهور كان حزينا جدا، لخسارة فريقهم، وكانت بالنسبة لهم صدمة كبيرة، ولكن يتمنى عودة بالميراس لوضعه الطبيعي، ولكن كانت في الحقيقة المباراة لصالح النادي الأهلي في مغلب أوقاتها، وإنه خسر أن لهم لم يقدم المطلوب منه طوال المباراة سواء في الأولى أو في الثانية، ولكن كانت الجمهور كان معظم الجماهير تظن أن الدوري لصالح أو البطولة لصالح فريقهم البرازيلي، ولكن ما حصل هو شيء آخر تماما. يعني إذا بصينا للنتائج اللي حققها بالميراس سواء بالخسارة من تيجراس أو بالخسارة أمام الأهلي المصري، إيه هي أهم الأسباب من وجهة نظرك اللي أدت إلى تحقيق خسارتين متتاليين؟ سواء كنا بنتكلم على الإدارة الفنية، هل بتحمل المدير الفني فيريرا المسؤولية بشكل كامل، ولا بترى أنه إخفاق للاعبين في يعني أثناء 90 دقيقة في جول ملعب؟ A responsabilidade da derrota do Palmeiras foi dos jogadores. المسؤولية تقع أكثر على اللاعبين. ولم يحترموا الفريق المنافس بالقدر الكافي، ولذلك كانت هناك أخطاء كبيرة. وإذا عدنا للمباراة وشاهدنا هذا المباريات الاثنين التي لعبوها، كان المستوى أقل مما هو مطلوب، ولكن كانت المسؤولية الأكثر في هاتين المباراتين على اللاعبين، ومن المهم أن يحترم الفريق المنافس، وهذا أمر ضروري. لما بنتكلم على البرازيل أو على الكرة البرازيلية، أي فريق برازيلي مش بالضرورة حتى يكون بطل البرازيل أو حتى أي منتخب لابس التيشيرت بتاعت البرازيل، بنتوقع إنه يكون
يعني في كرة هجومية، بتتوقع أن يكون في لمسات جمالية، بنتوقع أن يكون في متعة في أثناء لعب الكرة، وده الحقيقة يمكن غاب عن الماتشين اللي لعبهم بالميراس. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب، وخصوصا أن احنا بنتكلم مش بس عن بطل البرازيل لكنه أيضا بطل الكوبا ليبرتادوريس؟ هذه هي حقيقة، أن الكرة البرازيلية دائما هجومية، ولكن ما رأيناه هو غير ذلك من بالميراس. اللاعبين يصلوا إلى المرمى ولكن بدون فاعلية، بدون فاعلية كما يجب أن يكون. وكان من المفترض على لاعبي بالميراس أن يحاولوا من أجل الانتصار لفريقهم ولجمهورهم، ولكن هذا لم يحدث. ولكن كانت في أغلب الأوقات اللاعبين يعودوا إلى الخلف ولا يتقدموا للأمام، وهذا كان أمر غريب. ولكن يجب أن نتحدث معهم، ويعرض الأمر أيضا على معنويات اللاعبين ونفسياتهم في المستقبل. رصدنا بعض التقارير اللي بتتكلم على إقالة فيريرا المدير الفني للفريق أو تغييره في الفترة المقبلة، إيه صحة الأخبار دي من وجهة نظرك؟ ليس المسؤولية ليس فيريرا وفيريرا بالنسبة لرحيله عن الفريق، هي أخبار غير صحيحة، ولكن يجب أن يعالجوا أمور أخرى تخص اللاعبين وسوء التوفيق الذي تابعهم في هذه المباراتين. ولكن ليس من المعقول أن بمجرد خسارة أن يقال مدرب. طب في أنباء أيضا على تدعيم صفوف الفريق وبعض الصفقات الجديدة، يعني في أخبار مثلا تناولت كتير من الأسماء ويمكن أشهرهم دييجو كوستا البرازيلي أو اللاعب صاحب الأصول البرازيلية وبيلعب في أسبانيا حاليا. هل هذا الخبر صحيح؟ وهل هناك أيضا تفكير في تدعيم بالميراس في الفترة المقبلة بلاعبين آخرين؟ نعم، هذه أخبار صحيحة، وأنهم يحاولون مع اللاعب وهو بالفعل من أصول برازيلية، ولكن الموضوع يتعلق بأمور مادية وهم في طريقهم إلى معالجة هذا الأمر كي يتحقق انتقاله إن شاء الله في المستقبل لبالميراس. وهذا أمر ضروري للبالميراس أن يضم لاعبين مميزين مثل دييغو دي كوستا، لأن الفريق في حاجة إليه في المستقبل. ولكن الأمور فقط تتعلق بالأمور المادية لدفع المستحق لهذا اللاعب. بالميراس يستحق الكثير للعودة للبطولات مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله. سريعا ريكاردو، خليني أسألك، هل النادي الأهلي المصري معروف عند الجماهير البرازيلية أو جماهير الكرة البرازيلية أو حتى وسائل الإعلام، هل في معرفة أو جماهيرية أو شعبية حتى لو بسيطة للأهلي المصري؟ الأهلي نادي كبير ونادي معروف في البرازيل، يعرفه الجميع في البرازيل، ظهر بالمستوى الطيب في مونديال الأندية، والجماهير بالتأكيد في البرازيل تعرف الأهلي جيدا، إنه فريق كبير عنده لاعبين كبار معروفين أيضا على المستوى العالمي. بالتأكيد النادي الأهلي معروف جدا في البرازيل. خليني أسمع منك سؤالي الأخير، وجهة نظرك الشخصية يعني في لاعبي النادي الأهلي، مين رأيت أنه صاحب مستوى مميز أو مستوى يعني عالمي في مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة؟ مين لفت نظرك من لاعبة النادي الأهلي؟
طيب يعني واضح انه احنا طيب معانا لسه ريكاردو. اتفضل ريكاردو. عنده النادي الاهلي عنده العديد من اللاعبين العالميين وعلى المستوى الاوروبي في طريقه في المستوى اللعب، ومصر بها لاعبين على مستوى عالي ويشرفه ايضا في المونديال وفي اي مكان اخر. ولكن من الممكن ان يضاف الى هؤلاء اللاعبين لاعبين اجانب وليكن من البرازيل على سبيل المثال لتدعيم الفريق ليصل دائما الى صفه العالميه. والعديد من لاعبي النادي الاهلي يمكنهم اللعب في العديد من البلدان الاخرى وعلى مستوى طيب يستطيعوا اللعب في اي مكان. وكل ما يحتاجونه هو اشياء بسيطه من الممكن اكتسابها في المستقبل القريب ان شاء الله. ريكاردو لوبيز الاعلامي البرازيلي بشكرك شكرا جزيلا، ويسعدنا دايما ان احنا نكون متواصلين معاك، وليه لا يهمنا نشوف لعيبه من اللعيبه المصريين موجودين في الدوري البرازيلي، ويهمنا كمان يكون عندنا تجربه مع اللاعب البرازيلي، واعتقد كان في اكتر من تجربه ناجحه في الدوري المصري او في الانديه المصريه للاعبين برازيليين. نفتح مع حضراتكم صفحه المريخ، ملف المريخ. انا قلت لحضراتكم فرقه في غايه الاحترام وفرقه قويه جدا، واعتقد انها المنافس الرئيسي في دور المجموعات للنادي الاهلي. هيكون معانا بعد الفاصل امين المسلمي مدرب او مدير الفني السابق لنادي المريخ السوداني، هيكون ضيف علينا في السادسه بس بعد الفاصل. We'll be right back.